مؤخرا الحكومة المصرية طرحت 500,000 شقة لمحدودي الدخل. هذا الطرح يؤثر بأي شكل على نشاط شركة شمال أفريقيا أو على أسعار العقارات بشكل عام في مصر؟ والله هو طرح وحدات في السوق مش هيكون مؤثر بشكل كبير، لأنه بيستهدف قطاع واحد ومحدد جدا اللي هو الإسكان الاقتصادي. قول لي حضرتك، إيه هي المعايير اللي بتتحكم في عملية التسعير؟ يعني على أي أساس بنقول الشقة دي سعرها كذا؟ فيما يتعلق بالمعايير اللي بتحكم سعر أي شقة، أول شيء بيؤثر في سعر أي شقة أو وحدة سكنية هي سعر الأرض. هل الأرض دي سعرها منخفض؟ هل هي مدعومة؟ هل هي بلا مقابل؟ ولا هل هي مرتفعة السعر؟ تمام. ده أهم وأكبر مؤثر. بعد كده طبعا بيجي أسعار مواد البناء، الحديد والأسمنت وخلافه، وتكلفة المقاولين والعاملين والصنايعية وخلافه. لا، هي فاضية مش معناها إنها ما اتباعتش، فاضية معناها إنها اتباعت ولكن لم يتم استخدامها بعد، أو لم يتم. ما فيش شك ان احنا عندنا برضو مشكلة تشريعية، ليه الناس ما بتأجرش الحاجات دي لحد ما تبيع؟ ما فيش بلد في الدنيا فيها الكم دوت من الوحدات المباعة والمغلقة في نفس الوقت. تمام. لو عندنا التشريع بيسمح بسرعة التخلص من المستأجر اللي ما بيدفعش الإيجار بتاعه، تمام، أعتقد ان انا دي اول حاجة هتساعد المستأجر مش المؤجر، لأن ده هيساعد على طرح وحدات كبيرة جدا، هيؤدي إلى خفض الإيجارات، فهيكون بنسبة 100% في صالح المستأجر. لماذا تلجأ شركة شمال أفريقيا لإقامة معارض في دول الخليج لتسويق منتجاتها العقارية في مصر؟ والله إحنا بنحاول نوصل للأسواق اللي إحنا بنعتقد إنها راغبة في الشراء في المنتجات بتاعتنا بأقل التكلفة. فاحنا عندنا بنوصل للأسواق المصرية من خلال السوشيال ميديا، من خلال عدد كبير من شركات التسويق العقاري. ده استراتيجي معين. والاستراتيجي الثاني ان انا عشان اوصل للأسواق الخارجية اللي فيها عدد كبير جدا من المصريين عندهم القدرة الشرائية المناسبة، ان احنا نوصل لهم من خلال برضه السوشيال ميديا ووسائل اخرى، ولكن اهمها المعارض اللي بتقام في البلاد دي. هل حضرتك في النهاية راضي عن سوق العقارات في مصر وأسعار العقارات في مصر؟ لا طبعا، ما اعتقدش ان اي حد هيقول لك انا راضي عن السعر دوت. على فكره مش من مصلحه اي مطور، سواء كان المطور ده كبير او صغير، انه يبيع باسعار كبيره. اي مطور عايز يحقق نسبه ربح وعايز يحقق فوليوم وينتقل للمشروع التالي وينتج. لا، الاسعار دي النهارده احنا كمطورين اقتربنا من مرحله ان الاسعار مضطرين تكون عاليه ولكن مش هيكون في مشتري. يعني يبقى احنا وصلنا لايه؟ ايه الاستفاده؟ ما دي حاجة غريبة حضرتك، يعني الأسعار بتعلى وأسعار الشواء تزيد والأسعار عالية فعلا وأكبر من طاقة الناس ومحدش بيشتري، ومع ذلك الأسعار في مصر، أسعار العقارات في مصر لا تنخفض. إيه تفسير حضرتك لهذه الظاهرة؟ لأن دايما القوانين الأساسية الاقتصادية اللي هي العرض والطلب، السعر يعكس حجم العرض قدام حجم الطلب. فطالما إن حجم الطلب أضعاف أضعاف ما هو معروض وما سيتم عرضه، فدايما هتكون الأسعار في الاتجاه الأعلى. تمام، ألف شكر لحضرتك دكتور حاتم، شكرا جزيلا، أشكرك. وتشرفت بالحوار مع حضرتك. ألف ألف شكر. شكرا سي أفندم، شكرا. شرفت.